السلام عليكم ورحمه الله البنات، انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. جبت لكم جديد اليوم في عالم المافنز اللي عزيز عليه المافن او اللي كيسميهم بالمادلين. هما هاد المافن ميكس مع التشيز كيك مع الكريم تشيز على شكل تشيز كيك، ولكن هذا تشيز كيك لاباس ديالو هي العجين ديال المافن، ماشي الكراكرز اللي كنطحنوهم اولا كنخلطوهم مع الزبده. تيجيو بواحد المذاق رائع جدا، تيعجبوا الكبير والصغير خصوصا الوليدات ديالكم، غادي يعجبوهم بزاف. نتمنى تتبعوا معايا الوصفه حتى الاخير ان شاء الله، وتنال الاعجاب ديالكم باذن الله تعالى. ودابا غادي نبداو على بركه الله بالمكونات الخاصه بهاد الكاب كيكس ديالنا اولا هاد التشيز كيك مافن اللي غادي نديرو اليوم ان شاء الله. اذا غادي نحتاجو جوج كيسان ديال الدقيق، الدقيق الابيض المنخول، من الاحسن يكون من النوعيه الجيده. عندي نص كاس ديال السكر الابيض الناعم سنيده، عندي ثلاثة ديال البيضات بالنسبه للخليط، وبيضه غادي نستعملها مع الفرماج كحشوه. غادي نحتاج كذلك، اذا في المجموع عندي 4 د البيضات، غادي نحتاج 200 غرام تاع الفرماج، هذاك ديال الدهن. غادي نحتاج لجوج معالق كبار نتاع الكاكاو، بودره الكاكاو المر، وغادي نحتاج لهاد الشوكليت شيبس، هادو اللي كنديروا بهم الكوكيز. انا استعملت هنا الابيض لحقاش غادي يكون الشوكولاته مع الابيض غادي يجي باين، اما الا درت الاسود غادي يجي لون في لون. ثم غادي نحتاجو الكاس الا ربع نتاع الزيت النباتيه، وغادي نحتاجو لجوج خمارات، يعني انا غادي نستعمل هنا جوج معالق. هذا بالنسبه للمكونات الخاصه بهاد المافنز هادو. وغادي نحتاجو في وسائل اللي غادي نشتغلوا بها، غادي نحتاجو الطراب اليدوي الكهربائي اليدوي العادي، يعني ماشي العجانه. غادي نحتاجو، انا خديت هادو هاد نتاع المافن هادو، خديت هادو، يمكن لكم تستعملوا اي نوع اخر كتفضلوا هادو او اي شكل اخر. وخديت حتى هادو، ما ربما بعض الاحيان كيشات لي العجين ما كنلقاش فين نديرو، انا خديت هادو وخلص هادو. غادي ندير فيهم هاد الكويرطات ديالنا ديال المافن. هادو هما المكونات كما تلاحظوا، سهله وبسيطه وفي متناول الجميع ان شاء الله. دابا غادي ندوزو باش غادي نخلطوا العناصر. اول حاجه غادي نقوموا بها البنات هي انا غادي نوضعوا هذيك العناصر الجافه، غادي نديروها في واحد الاناء ونخلطوها كامله. غادي نبداو بالدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نزيد عليه هذاك الكاكاو المر، غادي نزيد عليه هاد الشوكليت شيبس هادو باش ما تيهبطولناش في القاعر نتاع هذوك المافن، تيبقاو باينين. وغادي ندير الخميره ديال الحلويات، كما قلت لكم انا غادي نستعمل جوج ديال معالق صغار، نتوما يمكن لكم تستعملوا جوج خمارات. بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نخلطوهم وغادي نوضعوهم على جنب حتى نوجدوا العناصر السائله باذن الله. كما لاحظتوا حنا خلطنا ديك العناصر الجافه. الميزه ديال هذه الطريقه البنات هو ان ديك الحبيبات نتاع الشوكليت شيبس نتاع الشوكولاته البيضاء ما كتنزلش لتحت، كتبقى شاده في المافن من الفوق، ما كتهبطش لتحت. وكذلك هذاك البودره ديال الكاكاو ما كتحببناش وكتعذبنا في التخلاط ديالها. اذا دابا غادي نوضعوا هذه على جنب وندوزوا للخليط ديالنا ان شاء الله. بعد ما خلطنا هاد العناصر الجافه دابا غادي ندوزو باش نطربو هذاك البيض ديالنا. اذا كما قلت لكم غادي نستعملو فقط 3 د البيضات، وهذيك البيضه الاخرى غادي نحتفظو بها، تنحضرو بها واحد الخليط غادي يكون في الداخل تاع هاد المافن هادو. غادي نزيدو عليها هذيك نص الكاس نتاع السكر، وغادي نطربوهم مزيان ان شاء الله حتى يتجانسو. ما تشوفوا الحجم ديال داك الخليط ديالنا تضاعف، من الاحسن تطربوا البيض مزيان هو السكر، عاد تبقاو تزيدوا المكونات الاخرى. دابا غادي نزيد الزيت، كما قلت لكم غادي نستعملوا نص كاس فقط من الزيت النباتيه. وغادي نزيدوا الكاس نتاع الحليب. طبعا كل ما كانت هذه المكونات كامله بدرجه حراره المطبخ، كل ما تيجي العجين ديالنا ناجح والنتيجه تتكون مرضيه جدا. غادي نستمروا
في التخليط. مثلا لاحظوا هالعناصر ديالنا كلها تجنست. دابا غادي نبداو نزيدو في هذا الخليط هذا بشويه بشويه وحنا كنطربوا. وهذا القوام ديال الخليط ديالنا بعد ما خلطناه والجنس، انتما تشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي، وداك الحبيبات نتاع الشوكولاته الابيض فوسط منه تتعطيه واحد المنظر زوين حتى هو. اذا غادي نخلي هذا الخليط هذا يرتاح وغادي ندوز نحضر معكم هذيك الحشوه اللي غادي تجي في الوسط نتاع هذا المدفن هذا. دابا غادي ندوزو نوجدو هذيك الحشوه اللي قلت لكم ديال الفرماج. غادي نحتاجو 200 غرام نتاع الفرماج الابيض ديال الدهن، غادي نحتاجو البيضه، غادي نحتاجو نص كاس صغير ديال السكر سنيده، وغادي نحتاجو الفانيلا او الفانيلا اكستراكت روح الفاني. غادي هادجي هي المكونات اللي غادي نحتاجو ليها. غادي نمزجوهم مزيان ونتلاقاو باش نشوفو تتمة الوصفه ديالنا. ودابا كما تلاحظوا عندنا الخليط الاول والخليط الثاني، انتم تشوفوا كي تيجي داير، تيجي كريمي مزيان مخلط متجانس. والخليط الاول كذلك. دابا غادي ناخذ هذا الخليط نتاع الجبن الابيض وغادي نديروه في البوش، وغادي نوريكم الطريقه ان شاء الله اللي غادي نشتغلوا عليه. دابا تقريبا العناصر كلها حنا وجدناها. دابا غادي ناخذوا هذه الكوغطات نتاع المافن وغادي نثبتوهم هنايا في هذه الصينيه ديال المور ديال المافنز، وغادي ندوزو باش نكملوا الوصفه ديالنا ان شاء الله. هنايا غادي نحتاج لهذه ديال لاكلاص، هذه كتساعدني بزاف انني نثبتهم، نثبت العجين في هذه الكوغطات هذه. اذا حنا ثبتنا هذاك الخليط الاول اللي بالبودرة الكاكاو. دابا غادي ندوز وغادي نحاول ندير هذا الخليط هذا حتى هو في الوسط نتاعو. نحاول نضغط لداخل باش الخليط يدخل ليا لداخل ان شاء الله. فملي كيطيبو وتيتفقعو كيعطيو واحد المنظر هائل على شكل بركاني. وداك اللون ديال الخليط اللي بالبودرة ديال الكاكاو مع هاد الخليط الابيض كيعطي واحد المنظر غزال تيعجب الوليدات. يمكن لو بديهم معاهم المدرسة في الكوتي ديالهم تياكلوه، ولا في الفطور، ولا هكا في العشية، تيجيو رائعين جدا. هنا تبقى لي الخليط، غادي نحاول نديرو هنايا وغادي نقول لكم في الاخير شحال عطاني من حبه هاد المكونات هذه اللي عطيتكم. البنات هذا هو الشكل ديالهم قبل ما غادي ندخلهم الفرن. هادو درتهم بحجم كبير شويه، يمكن لكم يعني تفننوا في الديكوريشن ديالهم. هانتوما تشوفوا كلكم ديروهم بهذا الشكل هذا تيجيو زوينين، يعني ما حدهم كيطيبوا وهما تيتفقعوا، راه تيجيو غزالين بزاف. انا بدا تيعجبوا لا راجلي ولا بنياتي، كيعجبونا بزاف. انا بدا تعزيز عليا شي كويز القهوه هكا، كنبغي شي حاجه حلوه، فهادو تيجيو زوينين بزاف البنات. يمكن لكم تعكسوا يعني عوض ما ديروا هذيك الطبقه الاولى بالشكلاط ديروها بالفاني، وهذه ديال الفرماج ديروها بعكسوهم، يعني كيجي ابيض في اسود، عوض اسود في ابيض. المهم كيبقى لكم التفنن. المهم ها هما تيجيو زوينين. دابا ان شاء الله غادي ندخلهم الفرن ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم.
والسلام عليكم البنات، وصلنا لنهايه هذا الفيديو. انتم تشوفوا هذا المافن ديالنا كيفاش كيجيو، تيجيو رائعين وشهيين لا شكلا ولا طعما، وتبارك الله كيحطوا بكميه وفيره. يعني يمكن نحضروهم هكا الا جايين لشي ضياف ولا في الويكاند مع الوليدات، تيجيو رائعين جدا وما وغير مكلفين يعني. وفكره جديده ننوعوا بها المائده ديالنا ونزكيوهم بها. نتمنى هذه الوصفه هذه تعجبكم وتعجب وليداتكم، وتجربوها ان شاء الله وتردوا عليا الخبر في الكومنت. ونتمنى لكم دوام الصحه والعافيه، والى فرصه قادمه ان شاء الله تعالى.